إقليم تاونات شهدت جماعة المكانسة حادثاً صادماً تمثل في اعتداء جنسي على طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً. تعرضت الطفلة للاعتداء من قبل أفراد من عائلتها مما أسفر عن حملها. قدم والد الطفلة شكوى إلى الدرك الملكي وجرى اتخاذ التدابير اللازمة بما في ذلك نقل الطفلة إلى المستشفى الجامعي بفاس لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. تجري النيابة العامة تحقيقات شاملة للكشف عن تفاصيل الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه. هذا الحادث أثار ردود فعل واسعة في المجتمع المحلي واستنكاراً كبيراً.